هذا وكانت انتخابات مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية قد أسفرت عن فوز السيد عيسى الشايجي رئيس تحرير جريدة الأيام برئاسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، وعن فوز أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالتزكية. وتواصل جمعية الصحفيين البحرينية دورها في دعم الصحافة البحرينية لما تقوم به من دور كبير في خدمة المجتمع. للحفاظ على مبادئ العمل الصحفي وعلى شرف المهنة التي تحمل صوت الوطني والمواطن، تأتي انتخابات جمعية الصحفيين البحرينية لتؤكد بأنها ماضية في دعم العمل الصحفي في مملكة البحرين، ليتسنى لها الإعلان عن تزكية رئيس وأعضاء جمعية الصحفيين لمجلس الإدارة. أهنئ الأخ الزميل عيسى الشاجي والزملاء أعضاء مجلس الإدارة الجدد، وأأمل أن يكون دورهم في هذه الدورة دور نشط يعني وضع تشريعات الهامة من أجل رقي الصحافة في البحرين، وأعتقد بأنهم مع خبرتهم الطويلة في هذا المجال يستطيعون أن يقدموا أشياء كثيرة سواء في البحرين على مستوى البحرين الذين هم طبعا معنيين بهذا الأمر كصحافة وطنية في البحرين، وأيضا تمثيل البحرين في المحافل العربية والدولية. كما سعدنا اليوم هذا التجمع الإعلامي والصحفي، هو تجمع يعني ضم مختلف المؤسسات الإعلامية والصحفية في البحرين. عاش الصحفيين اليوم تجمعهم هذا كأسرة واحدة، ويشرفهم بهذه المناسبة أن يرفعوا خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على رعايته وعنايته دائمة بالصحافة. إنجازات كبيرة حققتها الصحافة البحرينية، لا سيما دورها البارز في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة وسعيها الدائم لتعزيز روح الوحدة الوطنية وتبني القضايا التي تلامس الوطن والمواطنين. أهنئ الزملاء الأعزاء بعضوية مجلس إدارة جمعية الصحفيين للدورة 2023-2025، متمنين لهم التوفيق لخدمة الجسم الصحفي والإعلامي، ونتمنى أيضا الأخذ بملاحظات الجمعية العمومية للنهوض بالجمعية وتقديم كل الخدمات والدعم للصحفيين والإعلاميين. أما بالنسبة لجمعية الصحفيين دورها الثاني أن هي تساند الصحفي، يعني هي مثلا في أي قضية في أي مشكلة يتعرض لها الصحفي لازم يكون لها سند، يكون لها دور، فهالجمعية هي تكون لها مثل ما تقولين هي اللي الجهة اللي يلجأ لها في حال واجه أي مشكلة، في حال واجه أي إشكالية. شغلة ثانية تلمة تقيم للفعاليات، تشوف شلون التطورات اللي قاعدة تصير. مثلا إحنا الإعلام بدأ يتطور، بدأ الإعلام المرئي الجديد، الإعلام الحديث، شلون احنا كدورنا كجمعية صحفيين نعطي ونطور هذا الجسم الصحفي بحيث ان احنا نحافظ على الجسم الصحفي كصحافة، سواء اعلام مقروء، اعلام مرئي او اعلام مكتوب. وتحقيقا للرؤية والرسالة السامية لجمعية الصحفيين البحرينية، يأتي في المقام الاول هو النهوض بالعمل الصحفي وتطوير الصحافة الوطنية بالمستوى المهني والثقافي للصحفيين ورعاية حقوقهم، والعمل على ضمان الحرية اللازمة لأداء واجبهم الصحفي. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.